أين العدالة؟ ولا عقوبة إلا بنص، ده الأساس. امبارح بعد المباراة الناس كلها، طبعا في بعض البرامج اللي عايزة فعلا تولعها نار، واللي بتدور للشناوي على مشكلة قعدت تعيد وتزيد وتفسر وتقول كتير بغض النظر عن ايه حجم الخطأ اللي حصل، ولا دفاع عن خطأ على الإطلاق. لكن خلينا نتكلم في حجم الخطأ، رأي الحكم فيه، ثم السوابق اللي المهندس عدلي أشار إليه. حجم الخطأ، الزميل إبراهيم فايق في برنامجه بالليل قال إنه طلع أو عرف ماذا كتب حكم المباراة محمد سلامة ميدو حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي عن واقعة الشناوي اللي البعض أراد النفخ فيها علشان يوصلها للي اتحاد الكرة عمله. هل محمد سلامة ميدو الحكم كتب في تقريره ما يدين الشناوي؟ ايه حقيقة اللي حصل بين الشناوي وميدو؟ قاله الزميل إبراهيم فايق، هنسمعه ونرجع نعلق. ما هو قرار الحكم المتعلق بالشناوي؟ حكم المباراة حصل تواصل ما بينه وما بين لجنة الحكام وقال انه ما قام به الشناوي هي حركة عادية من وجهة نظره، لا إرادية، عفوية بحسب التعبير اللي استخدمه، حركة عفوية ولم يدركها حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم ديت في تقريره. أقول من تاني، ده شغلنا، عندنا مصادرنا وبنشتغل على ده عشان نعرف المعلومة. لحد اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكم دي، حكم المباراة قنعته انه الكورة ديت هي حركة، او اللي قام بيه محمد الشناوي هي حركة عفوية كان بيشدوا بيها علشان يكمل كلامه مع الحكم، وبالتالي قال انه لا يستدعي الامر انه يتم ادراجها في التقرير. وارد يحصل تغييرات، وارد يحصل في الامور امور، وارد تتحط بعد كده، كل حاجة واردة. بعد ما انا بقول الكلام ده ممكن يبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها يعني، لكن اللي أنا بقوله لحضراتكم هو أقسم بالله اللي حصل. يعني مش المفروض إن الواحد يحلف على الهوى، لكن بقول لحضراتكم ده اللي حصل بالظبط لما حصل تواصل. إيه الكورة شايفها؟ إيه اللي حصل ده مع الشناوي؟ إيه؟ قال لك لا دي حركة عفوية، الراجل كان بيتكلم. إبراهيم فايق بيقول لحد اللحظة دي الحكم ما كتبش حاجة، ودي معلومة بالله. وأقسم وهذه معلومة. وكأنه يمهد لما استشعره سيتم من ضغوط. ايوه، احنا هنا عايزين نتوقف، لان كثيرا ما تحدث وقائع ونقول لماذا يعني مرت وكل الناس شايفاها، يقول لك اصل الحكم ما كتبش وتزعل والمراقب ما كتبش ومش عارف ايه. فهنا هنا هنا احنا مش عايزين حد يفلت بخطأه، لكن ايضا لما الحكم ما يكتبش وهذا خطأ يبقى ما يضغطش عليه عشان يكتب، لانك انت عايز تخضع لضغوط خارجيه. هو مش الحكم ما يكتبش، هو قال توصيف الحكم للي حصل ان هي مناقشه عفويه عاديه لا ترقى الى المخالفه، وقال انه ده ابراهيم فايق. لا ده هو اللي قال لما سالته الحكم ما كتبش حاجه، قال كده. أيوة. ما كتبش حاجه تدين الشناوي، فلما سال ولما سئل سالناه قال اصل دي حركه عفويه، كان عايز يلفت نظري ان هو بيكمل كلامه. ودي كانت بعد المباراه. ما كانش احتجاج اثناء المباراه. ايوه، فايا كانت الواقعه احنا بنقول لماذا يحدث اختلال في مسطره التعامل. اذا حصل ضغوط واستند الى التحقيق في الواقع، هذا التحقيق الفوري. لا استنوا بقى 10 ايام، ولا استنوا 5 ايام، ولا استنوا مباراه مهمه تعدي، ولا اي حاجه ابدا. فالموضوع كلمه انك انت تخلي الناس تحط علامه استفهام امام القرارات هو اللي بيخلي القرار مش قوي. احنا عايزين القرارات تبقى رادعه، عشان تبقى رادعه يجب ان تطبق بمعيار صارم على الجميع. لكن كده هتبقى النهارده الدول يقول لك اشمعنى، والتانيين يقول لك مش عارف ايه، والمدهش ان في كل حالات الشك والتطبيق الصارم للوائح تجدها مع النادي الاهلي ولا تجدها مع احد اخر. هاجي لك مع الوقائع المماثله، لكنه خلينا نقف عند كلام ابراهيم فايق.
لانه مبدئيا زي ما المهندس عادلي اشار وكان ابراهيم فايق يشتم اللي هيحصل، لانه بيقول لغايه دلوقتي ولحد الان. خدوا بالكم امبارح البرنامج ده بعد الساعه 11 بالليل كرر كذا مره يعني الماتش خلص والتقرير الحكم استقر عليه، واضح انه الراجل زي ما قال لك انا عندي مصادري وقدرت اعرف ايه اللي في التقرير انه الحكم ما ادانش الشناوي. هنا عايزين نقف عند نقطتين مهمتين. النقطة الأولانية، لو كان الشناوي أخطأ الخطأ اللي يستحق العقاب، القانون بيدي الحكم حق إشهار الكارت الأصفر أو الأحمر حتى بعد المباراة. أنت في محيط الملعب من حقك كحكم بسلطتك، وحصلت في وقائع كتيرة جدا، ويكتب إن أنا اديته كارت أحمر لأنه حصل منه واحد اتنين. هنا الحكم ما كتبش، ما أنظرش، ما طلعش كارت، لأنه من تقديره إنه الحوار اللي كان حاصل اللي ما حدش سمعه اللي هو، ما هي كل الناس شافت ان فيه شد وجذب واخذ وعطى، بس ايه اللي بيتقال؟ الحكم قال لك كان بيلفت نظري لاستمراره في الكلام، فكان تصرف عفوي منه لم يرتقي ابدا لمرحله الادانه ان انا اكتبها في تقريري. الناس دي عايزه ايه من الاهلي بالظبط؟ عايزه ايه من فرقه الاهلي؟ اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره، انت حكم عندك وفقا لروايه على الاقل لم يصدر من الاتحاد ما ينفيها. يعني ما طلعش رئيس لجنة الحكام ولا لو حد موجود مسؤول عن المسابقات قال لا كلام إبراهيم فايق غلط، التقرير فيه إدانة، أو طلع الحكم قال لك نسب إلي، ما حدش علق. ما يعني ويؤكد أنه كلام إبراهيم فايق عن خلو تقرير الحكم من أي إدانة للشناوي ده كلام صحيح، لم يصدر ضده أي حاجة. وبيقسم بالله العظيم أن دي مصادرنا، وقال لك أنا المفروض ما أحلفش لكن بأقسم بالله العظيم ده اللي حصل، وفضل يأكد لغاية اللحظة. هل أو مش هل ده المؤكد إنه من بعد الساعة 11 12 راحت روايات تانية، وإزاي كل واحد يعمل سبع البرومبا على الأهلي، وإزاي كل واحد يثبت إنه أسد على الأهلي، وإزاي كل واحد يقول لك ما أنا أهو أنت أهو. العدالة هي اللي المفروض تكون، مش دفاعًا على الشناوي على أي خطأ، بس لو الحكم أدان اللاعب وذكر فيه تقريره يعاقب الشناوي. الحوار اللي حصل بين الشناوي والحكم، الحكم هو اللي يوصفه هو اللي يقوله. لكن الوقائع السابقه بقى اللي المهندس عدلي اشار اليها،